بقول لي ابني ظل يدرس اربع خمس سنوات عند مدرسين ما يفتين شيء، عندك سنه واحده صار يقرا الكتاب من الاول للاخر، صار يقرا الكتاب من الاول للاخر. وابن عباس انا جاي لك ابن عباس، ابن عباس اقول له داري الصوره عشان الولد يقرا، ممكن بيكون بيقرا على الصوره غريبه. طبعا بيجيب ساعات هدايا ثمينه جدا وحاجات. يا استاذ انا هظل على اتصال بك بعد ما تسافر مصر. قبلنا قالوا محمد عبد الله المؤيد بقى الدكتور محمد عاش بيت عنب زبيب زبيب عنب بس وقال لنا اتفرجنا على فيلم مختار ده اسمه، قعدنا بقى نشط الاخبار والمرحوم الاستاذ احمد الذهباني، حد فيكم يتذكر المرحوم الاستاذ احمد الذهباني وهدى الضب؟ طبعا تاريخ قديم. احمد الذهباني كنت مدمن ان انا اشوف نشر التاسعه من رحمه الله عليه، وقعدنا ناكل زبيب ونتفرج على نشر التاسعه، بعد كده مسلسل يمني، بعد كده بضلنا نايمين لغايه ثاني يوم العصر. ده الفيلم يا جدع بتاع عمر المختار. عمر المختار انا ماني بقول قعد للفجر. المهم وطول ما احنا قاعدين ناكل في كل الزبيب سياره السجن المركزي تيجي في الصباح عشان اروح ادرس المساجين في السجن المركزي، نايمين ما احناش دارين في حاجه، الباب ما فيش حد، في الظهر ما فيش حد، يعني بدق بقى لغايه المغرب. قمنا بقى بعشوه زبيب اتسكرنا، ما هو زبيب اليمن وعنب اليمن. الحاجه فاطمه بقى فضلت قاعده قدام باب الشقه ما مشات، تدب على الباب، تدب على الباب، لما هي انا قلقت على المخربط بس فين بقى اخر النهار، ما بك شقه؟ قلت لها لا ما بياش حاجه، امال كل ده كانوا هيبلغوا الشرطه وما اعرفش. قلت لها اسكتي يا حاجه فاطمه، ده الدكتور محمد جاب لنا كانوا زبيب اسمر وكلناه كلته، هو نتفرج على عمر المختار السكرني.